يقرا المكفوف اللي عور ما يقراش دابا كيتكرفص كنتكرفصوا معاهم حنا والديهم وكيتكرفصوا همايا وفي الاخر من كيمشيو طالبوا الخدمه كيقولوا لهم ما كايناش الخدمه خاصهم يسدوا ايام كفوف ايام كفوف ما يخدم ما يمشي ما يقراش سمعتي ايام كفوف ايام كفوف ما يقراش باش ما يبقاش يديروا حتى شي حاجه باش يبركوا الله علاش كيخليهم كيقراو كيتكرفصوا والديهم ماديا ومعنويا معكم محمد الشبا ممثل احد ممثلي تنسيقيه صوت الكافيه في المعطل حنا اليوم درنا هذه الوقفه سلميه امام الولايه من 11 وحنا واقفين على اساس بغينا شي مسؤول ينزل عندنا ويدير معنا حوار حنا عندنا ملف مطلبي ما كنطالبوش بشي حاجه مستحيله كنطالبوا بالادماج حنا كنطالبوا بالادماج ديالنا في داخل ولايه الدار البيضاء الكبرى بما ان ولات الجهويه الموسعه حنا كنطالبوا بالادماج حنا بغينا مسؤول يناقش معنا يحل معنا المشاكل اللي عندنا لا مجيب والو دائما ما كينزلش المسؤول كيكون الامن صافي كتكون مواجهه ما بين الامن والمكفوفين هذا الولد كان عاني معاه كنديه للمدرسه نجيبه عندي كل النهار عندي 4 طوبيسات نديه قريتو درت السوايع ما خليت ما درت لا الدري مشيت كريت عنده الماستر ومشيت من هنا لكازا ومشيت كريت في جديده كنشد الماستر ديالو ما خليت ما عانيت معاه ومني كيطلب كيمشي مشى دوز التعليم قالوا لي انت حقا انت مكفوه ما كيقراوش المكفوفين ما كيقريوش وشكون اللي قراه هو راه قراوه المكفوفين اللي مقراوه ورفضوا ليه هذاك التعليم جوج مرات اللي دو مشى يدفع التعليم ورفضوه ليه وما خليت ما عانيت معاه مع الدري اللي كنشوف فيه انا كنعاني الليل ونهار معاه انا تابعاه بعكوازي وكندور بالزناقي معاه باش غنوصلوا لواحد المرتبه باش نتهنى انا وليني ما كاين حتى حاجه ما كاينه وليدي باش لنا والو تعانيت معاه تعييت وفي الاخر ما كاين والو الباب اللي مشينا عندو ياكلوا فيه العصا ويجيو مشاو الرباط كلاو العصا جاو هنا كلاو العصا فين ما مشاو كياكلوا العصا احنا راه النضال ديالنا غير باش يوصل للناس ويوصل للمواطنين احنا راه ما عندنا والو راه الانسان اللي تيطالب بالقوت ديال اليوم ديالو راه ما راه حشومه باعتبارنا واحد الاقليه راه ما كاينش شي بلاد غادي يرضاو المواطنين ديالها بان هاد الفئه ديالهم تعيش هادشي اللي عايشينه احنا الاخوان احنا ما بغيناش ندخلوا للنظام الهاشتاغات وندخلوا حنا بشي هاشتاغ اللي غادي يحرك المواطن وانقذوا الكفيف او تخلوا عن الكفيف ولا شي حاجه كنطالبوا من المسؤولين غا حوار حنا قوه اقتراحيه حنا نوريهم اشنو غادي نديروا بالنسبه لهاد القضيه ديال المباريات اللي تيقولوا على قضيه ديال التعليم فيما تمشيو اننا ندوزوا هاد المباراه هذه تيخسروا لك كلمه واحده تيقول لك المدير ديال النيابه تيقول لك شوف بان هذه المباراه خارج الناس اسوياء نتوما سيروا تناضلوا كلوا صف في الرباط هاك بهذه العباره هذه تقول لك اما هذه المباراه هذه راه واخا غدوزها راه ما غاديش تقبل فيها بصفه نهائيه ولما تنجيو هنا باش نطالبوا هنا في الجامعات اولا في الولايه هنا تنتفاجئوا بالقمع الامني صافي هذا الشيء اللي كاين هذا هو الجواب ديالهم بصفه نهائيه ما كاين لا وظيفه لا حتى شي حاجه. Thank you.